اخوان السلام عليكم. فيديو جديد مع مرايد من بعد الفيديو اللي كنت درت ديال مع الدري اللي عنده 13 عام عصام اللي في الحقيقه ما عندوش 13 عام غير مع الدوخه وصافي قال لنا 13. شحال من واحد قال لي دير معاه فيديو ثاني دير معاه فيديو ثاني. اول جبت لكم عصام كي داير مزيان هانيه بصحه الموتور مور داك الفيديو شريت هذا الموتور ياك مبروك الله يسخر. وهذا خو عصام فين عشيري مزيان هانيه مبروك اخويا. اش بيه تتحيد لي بعدا الشكيك في السوقان شحال من واحد شحال من واحد تفرج فيك ولا راه غادا دابا شي جوج سيمانات ثلاثه باش حطيت الفيديو 90000 واحد. الفيديو ذاك راه غادي مزيان شنو نزيدو شي فيديو ثاني يلاه اجي بعدا هذيك القضيه ديال تلاقيت خوك قال لي راه ما كملاش عنده 13 كيفاش عشيري اي مع الدوخه الموطو كبير قال لكم 13 يلاه 11 عام ايوا الدوخه صافي وفاش يقرا خامس اش تقول لي السابعه دختي المهم ما علينا شحال 13 شحال 11 الله يرزقها الصحه والسلامه. اصلا شحال واحد قال لي تيبان صغير على 13 المهم ماشي مشكل. المهم هو انه تيسوق ولكن شحال واحد تيقول لي الكاسك الكاسك خصك كاسك اصاحبي انت ما شري لهش كاسك شري له كاسك موتور بلا كاسك اصاحبي يلا المهم بقى معنا خوتي نكملوا الفيديو. يلا عشيري ديماري لي داك الحلوفه ديالك ديمار اشو تي سوق هذا ويلي يلا سير دير دور انا وياك بهذاك سير ها هو يبقى بلاصتك هو يسوق الكراس ديال خوه قال لي داك النهار تيسوق باش يسوق السوق ديال ضروري شي واحد اللي يعاون ولكن المهم تيسوق غير يقلب على الموتور ويقلع ما تخافش عليه. هاي 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 دابا يرقع اكسيلو ويطير به شوف بلاصه شحال مضيقه راه بلاد محرايفي و تيسوق وصعيب يدور زعما الموتور في هاد الدريب هذا في هاد زعما بلاصه صغيره. هي بالنسبه للكاسك اخوتي راه غير ما لقاش لاطاي ديالو قلت ها لو عيش ما نوصيه تنقول له كاسك الكاسك قال لي غير لاطاي غير ما لقاش شفت الكابري تيهز الرويضة على الارض شوف بلا ما يشدو صحابي انا خصك تشد له الموتور عاد باش غادي يوقفو سير نمشي معاك شافو عزيز عليه هاد الهواية ما يعني ماشي من داك النوع ديال الخوت اللي تيحرم خوتهم اه الله يبارك فيك سك جبنا ديك البيرلان قلت انت تبقى تكافري فيها هنا بارك عليك ما كتكافريش بهادي وي تهز شوية عندك شنو تهزها بزاف صدق قلبك اللور هانيه خد تقلب ماشي مشكل الله يعطيك الصحة هاكا نبغيك سكر شي كاسك مزيان عندي ما يتساك وشي بروتيجا هو انا نشوف الكي لاقيت شي واحد انا نقول لك يلا سير عشان كتركب على الكروس راه حاجه اخرى عاوتاني راه واحد الحريه وحده اخرى من نوع اخر تولي تحس بها فاش كان
يعني حتى تجرب عاد غادي تعرف علاش تنهضر، حتى تولي تشوف حتى شي حاجه اللي ما غادي تحبسك. بس زوينة، بس زوين الكروس. كروس دوز ليه ما بغيتي، ما عندكش مشكل، كلشي ديالك، كاين شي حاجة اللي غادي توقف قدامك. يابا مور دابا شوف الضربة راه صعيبة واش ديباري. شنو خصني ندير، شنو خصني ندير نجرب بعدايا انا؟ ستارت شد هادي وضرب ثلاثة ضربات خاويين عاد تعرف عاد نحيد هادي ونضرب. صافي اوه عمرك شي كروس ما عرفتش ديماري، عيط له وي ديماري. واقيلا غادي تسبح 800 واحد لا ليبرتي، واحد واه مع 450 يعني من الجهد هذيك عصام هذيك. واو خاص تكون تريني باش تسوق كروس. واو واو واش هاد الحلاوة كاملة كاينة في هاد الماطرة هادو وانا ما خبريش. المتعة 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 والله إلا غادي نشد موطوري. شوك مع ما لابس البوط نورمالمون كروس خاصك تلبس معاه بوط. خلعني في آخر لحظة في هاد الكروس خاصك تكون زعيمي خاصك ما ترددش. خاصك تكونطري شوية شي بحالي. نهبط من هنا انا بطول الليلي هذه. تنكتشف دابا تنكتشف معاكم شرا اول مره غنجربها باش تكونوا عارفين. صا جلس نجيب واحد الربحه غدا عاد نتهنى. اوه سكتت هادشي وارد، هادشي وارد في هاد المطر. حلاوة الكروس اخوتي مكاينش بحالها، مكاينش بحالها مكاينش. داكشي علاش غادي نبيع 800. باب اخوان كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار مع البطل ديالنا عصام محبوب الجماهير الدري اللي ونغزال تبارك الله. صواب واداب وكل شيء سير سير بعيده. بالنسبه للكاسك كنوعدكم غيدير الكاسك ان شاء الله، غيدير الكاسك واحد تصوري في انستغرام واللي ما دخلش عليه في انستا ديالي ها هو هنايا موراي فلورا تنكون فيه اكتيف بزاف. هذا الزوين الكروس، هذا الزوين الكروس. يلا اخوتي بلا ما نزيد نطول عليكم، يلا بيس.